ازمه مرشحه للتضخم سببها المعامله غير اللائقه التي واجه بها الايرانيون المنتخب العراقي في مباراه الاياب المؤهله لدور المجموعات عن القاره الاسيويه لاولمبياد لندن حيث وصل كرم الضيافه الايراني حد قيام احد اللاعبين الايرانيين بتمزيق العلم العراقي بمساعده حراس الملعب غاضبا من تاهل المنتخب الاولمبي العراقي الذي هزم الفريق الايراني على ارضه الإيرانيين لا يملكون كرم الضيافة ولا يعرفون معنى الضيافة لأن كرم الضيافة عربي رئيس الاتحاد العراقي ناجح حمود واجه نفس المشكلة التي واجهت اللاعبين العراقيين أذ حرم من الجلوس في المقصورة الرئيسة وعومل بصورة غير لائقة ما زاد الطين بلة إنما يفعله الإيرانيون مع المنتخبات العراقية أثناء مواجهتهم على أرضها تتكرر مرات عديدة ومن دون محاولة اعتذار ذرا للرماد في العيون على الأقل ما وصلت إلى حلول ثنائيا تحاول أكو أمور معينة العلاقة بالوضع الدولي تشتكي مثلا عندك شيء يعني هذا يعتمد على مدى بعدين جانب العراق لازم يكون عنده موقف موحد الاتحاد العراقي سيصعد قضيته إلى الفيفا إزاء ما لاقاه من الجانب الإيراني بعد أن سد المسؤولون العراقيون آذانهم تجاه هذه الحادثة وحوادث أخرى من بغداد شاكر عواد العربيه